في الجزء الأول عزيزي المشاهد تعرفنا على ثلاث قوانين. الأول قانون الجهود المهدورة، والقانون الثاني عزيزي المشاهد هو تأثير دانينغ وكروجر، أي تأثير المحتال. وتوقفنا في القانون الثالث عدم التناسق، وعنوان حلقتنا هو القوانين السبعة الحاكمة لكل حياتك. إذن ما زال هناك أربع قوانين أخرى يجب عليك أن تتعرف عليها وتعرف كيف تتعامل معها لتكون متفوق في جميع مجالاتك. القانون الرابع عزيزي المشاهد هو معضلة الاختيار. إذا سألتك هل حقا الحرية أو السعادة ترتبط بمجموعة من البدائل أو الاختيارات، نختار من بينها الأفضل لنا بالفعل. ولتفهم أكثر فقط تابع معي. ففي سنة 2000 باحثين في علم النفس والاجتماع أجروا تجربة طريفة في ولاية كاليفورنيا في أمريكا. التجربة ببساطة أنهم ذهبوا إلى سوبر ماركت، وعند الرفوف التي تحتوي على علب المربى قاموا بوضع أنواع كبيرة، وبعد بضع ساعات أزالوا هذه الأنواع، ثم تركوا 6 أنواع مربى فقط، ثم انتظروا لنهاية اليوم ليخرجوا علينا باكتشاف مثير. إقبال الناس على الرف الذي كان يحتوي الكثير من أنواع المربى كان كبيرا جدا، ولكن نسبة الشراء كانت فقط 3%، في حين أن الرف الذي كان يحتوي على 6 أنواع فقط كان الإقبال عليه قليلا، ولكن نسبة الشراء تعدت 30%. فالناس من كثرة المربى انبهروا، ولكنهم قرروا أن لن يشتروا أبدا. فهذه التجربة تعرف بتجربة المربى، وتستخدم في علم النفس للإشارة بأن الخيارات الكثيرة لديها الكثير من العيوب. أولا عجز الاختيار، وهو أنه من كثرة الخيارات الموجودة أمامك تجد نفسك أنك لن تختار أبدا. مثل طالب تجده لديه مجموعة من الامتحانات، مثل امتحان في الرياضيات والكيمياء والفيزياء ومجموعة من المواد الأخرى، فتجده يترك كل هذا ويشاهد حلقة أبعاد الكون الموجودة في قناة المدفاة. والعيب الثاني عزيزي المشاهد هو تكلفة الفرصة البديلة. فللأسف الخيارات البديلة تجعلك ترى مزايا الأشياء التي تركتها من قبل وحتى لو كانت قليلة، وتفقدك متعتك بالأشياء التي لديك حاليا. وأفضل مثال على هذا هو فكرة السوق الموجودة على الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي. فلنتخيل أنك قررت أن تشتري هاتف، فتفتح إحدى المواقع فتجد آلاف الخيارات. هذا الشيء جميل بالفعل، لكن يأتي معه أزمة التشتت التي يعيشها معظم جيلنا الحالي. فهل يا ترى الهاتف الذي اخترته بعد أن شاهدت الكم الهائل من الهواتف الأخرى، فهل هذا هو الهاتف الأنسب لك؟ أم أنك سوف تظل تفكر في الخيارات التي تركتها وتقول مع ذهنك هل هذا هو الهاتف الأفضل الذي اخترت؟ ولتقريب الصورة أكثر، ومجرد تخيل فقط، فهي أشبه باللحظة التي يدخل فيها العريس إلى قاعة فرحه ويجد صديقات العروس الموجودة أمامه ويقول مع ذهنه هل حقا أنا تسرعت؟ فيجد نفسه لا يعرف كيف يستمتع بالشيء الذي يملك، ولا يعرف كيف يصل لكل الاختيارات الأخرى المتاحة. والعيب الثالث عزيزي المشاهد هو رفع سقف الطموحات. فللأسف الخيارات الكثيرة ترفع من طموحاتك إلى درجة أنك تجد أنك لا يوجد اختيار يبهرك فيه، وبالتالي تقلل من انبهاراتك أو مستوى المفاجأة. ففي سنة 2004 عالم النفس باري شوارتر طرح في كتابه الأهم مفارقة الاختيار. موضوعه مهم جداً، وهو أنه كيف تعمل النظم الرأسمالية على إغراق المستهلك، الغلبان بكم هائل من الاختيارات المتنوعة حتى تضمن بقاءه واستهلاكه. ووضح أن ذلك للأسف يسبب نتيجة عكسية، لأن المستهلك يصيبه بما يسمى شلل الاختيار. والسبب أن المستهلك يكون أمامه مجموعة من الاختيارات المهولة فيشعر بمسؤولية الاختيار المنتج الأفضل والأنسب، فيضيع وقت أطول في عملية المفاضلة التي في الأغلب
يتوه أو يضيع في منتصفها، فيظل الخوف من الخطأ يلازم طول الوقت وحاسس بالعجل لأنه غير قادر بأن يجرب كل الأنواع الأخرى التي لن يختارها والتي من الممكن أن تكون الأنسب له. فهناك أناس بدأوا في الظهور والتشكيك في نظرية المربى بحجة أنه لو كان هذا صحيح والإقبال على الشراء يقل، فلماذا تظل كل الشركات الكبرى تغرق السوق ببضائعها؟ ربما هذا واقع فعلا، فربما الإقبال على السلع يزداد ولكن سعادتنا أو القدرة على الاستمتاع بها يقل. ولتفهم أكثر، كم مرة قررت أن تبدأ في كورس أو شهادة؟ تقارب بين هذا وذلك وهذا وجميعهم يعدونك بمستقبل مشرق ومستقبل أفضل، فتقرر الغلق وألا تكمل، ودائما نلوم أنفسنا على الاختيارات. وفي حين لو قدمت لك كعكة واحدة وبعد وقت قدمت لك 20 صنفا من الكعكة وقلت لك اختر واحدة منهم فقط، مدى سعادتك في الأولى سوف تكون أعلى وأكبر. والسبب في ذلك أن ضريبة الاختيار عن طريق جلد الذات ولومها وعندها لن تقوم بدفعها ولن تختار أي شيء. فأنت الآن عزيزي المشاهد تفكر مع ذهنك وتقول لقد مررت بهذا بالفعل، وأنا أيضا عزيزي المشاهد. ولنمر الآن للقانون الخامس، لعنة المعرفة. ولتفهم أكثر عزيزي المشاهد، هناك تجربة لطيفة قام بها بعض علماء النفس، وهي أنهم أتوا بطفل صغير في عمر 3 سنوات وأعطوه علبة حلوى وطلبوا منه فتحها، وحين فعل ذلك وأزال الغطاء يكتشف أن ما بداخل العلبة ليست حلوى ولكن شرائط ملونة. عندها يرجع هذا الطفل هذه الشرائط للعلبة ويغلقها ثم يعيدها للطاولة. وعندما سألوا هذا الطفل عندما يأتي طفل آخر ماذا سوف يجد داخل هذه العلبة، فيجيب بكل ثقة شرائط، في حين أن الطفل الجديد عندما يأتي سوف يتوقع أن ما بداخل الصندوق أو العلبة هي حلوى. ولكن معرفة الطفل القديم ما بداخل العلبة وشرائط جعلته يتوقع أن جميع الأطفال سوف يأخذون العلبة وداخلها شرائط، أو بمعنى أفضل أن الطفل يتوهم أن الجميع يعرف ذلك مثله. وهنا تظهر لعنة المعرفة، فهو مصطلح يظهر أول مرة في مجلة الاقتصاد السياسي سنة 1989 على يد 3 اقتصاديين لاحظوا ظاهرة غريبة جدا، وهي قيام بائع السيارات في الثمانينيات بإساءة تقدير مقدار الأموال التي يمكن ربحها من سياراتهم، ولهذا افترضوا دون وعي أن الزبائن قد عرفوا أيضا بهذه العيوب وبالتالي سوف يقل سعرها. فلعنة المعرفة باختصار وإنحياز إدراكي نفترض فيه أن الأمر بديهي وأن الآخرين يعرفون ما تعرفه أيضا، وبالتالي تمتنع عن أن تقول أو تكتب أي شيء تعرفه، فتقول مع ذهنك أن الجميع يعرفه، أو بمعنى أفضل تفترض أن الكل يعرفه، ثم تتفاجأ من تفاعل الأشخاص وتعليقاتهم حينما ينشر شخص آخر هذا الشيء، وبأنهم لم يكونوا يعرفون هذا، وهذا الشيء رائع، وتعض على أصابعك ندما وتقول ليتني لو كنت نشرت هذا. كذلك تجد شخصا من شدة إدراكه وإطلاعه على التفاصيل حين يريد إيصال معرفته للآخرين يعجز عن تبسيطها أو إيصالها، فتجدهم مصابين بالعجز عن فهمه، أما هو فيتعجب ويقول مع ذهني كيف أنهم لم يستطيعوا أن يفهموا مصطلحاتي وكلامي بالرغم أنها واضحة وسهلة جدا، وربما ينعتهم بالجهل والغباء بينه وبين نفسه. وإذا كنت تظن عزيزي المشاهد أن لعنة المعرفة غير شائعة ولم تحدث معك مطلقا فتابع معي، سوف أعطيك مثال حدث معي بالفعل. تخيل معي كم مرة تجد أستاذ أو دكتور في الكلية يشرح شيء صعب ينظر لكم نظرة مستغربة من عدم فهمه، ولكن هو يقول مع ذهنه أن هذا بديهي أو سهل. وأيضا بعد كتاب الروايات لا يخطر في ذهنهم أن القراء لا يفهمون مصطلحاته أو أن كتابه يحتاج لإيضاح أكثر أو أنهم لن يتخيلوا نفس المشهد الذي يدور في ذهن الكاتب. ففي دراسة قامت بها عالمة النفس
بامبيلا هيندير أظهرت أنه كلما اعتاد الأشخاص على استخدام أو دراسة شيء ما كلما زادت خبرته، ويفترضون أن غيرهم المبتدئين سيحتاجون وقتا أقل لتعلمه. فهذا ما يحدث معي عزيزي المشاهد، وربما أنت أيضا. ولأوضح لك الصورة أكثر، فكم مرة طلب منك أخوك أو صديقك أن تشرح له هذه المسألة، أو تريه أو تشرح له كيف يعمل هذا البرنامج، ثم تبدأ بشرح الخطوات كذا وكذا وكذا، ثم يبدأ يستغيث أبطئ أبطئ أبطئ، أنا لست مثلك. ثم والدك الذي يطلب منك إخراج هذا الرقم أو تسجيله في برنامج ما، ثم تقول مع ذهنك كيف لا يعرف هذا الأمر. هذه الأمثلة عزيزي المشاهد وبالضبط هي التي تحدث معي عندما أشرح لأبي أو أخي الصغير شيئا ما. فمشكلة لعنة المعرفة عزيزي المشاهد هي مشكلة كبيرة جدا ومنتشرة من حولنا، ونابعة من كون أن كل ما تعرفه بديهي والكل يعرفه، وبالتالي نحكم على الشخص الذي أمامنا بما لدينا نحن. والآن عزيزي المشاهد وصلنا إلى القانون الذي ذكرناه في نهاية الحلقة السابقة، وهو نقطة التفوق البسيطة. ففي كتاب الفارق البسيط يبدأ جيف أولسون في إزالة بعض المفاهيم الخاطئة وتوضيح مفهوم التفوق، وأن الفرق بين الناجح وباقي الأشخاص هو فرق بسيط جدا ولا يدركه الكثيرون. فيستهلك الكتاب بأن مشكلة معظم الناس ليست في نقص المعرفة، وإنما في تطبيق هذه المعرفة أو العمل بها. فعصر الإنترنت أتاح لنا الوصول للمعلومة بسهولة وبمنتهى البساطة، فبمجرد البحث في محرك جوجل سوف تجد جميع النتائج التي تبحث عنها، وسوف تجد كل ما تبحث عنه أو المعلومة التي تحتاجها، وحتى بدون بحث، فبمجرد تصفحك في وسائل التواصل الاجتماعي سوف تجد أن شخصا ما قام بنشر أو بمشاركة مقالة التي كنت أنت تبحث عنها. وكمثال على ذلك، لو سألت شخصا كانت لديه مشكلة في التعليم لا يدرك ولا يذهب إلى المحاضرة ورسب لمدة سنتين على التوالي، وقال لك كيف أصبح متفوقا وأحصل على درجات مرتفعة، سوف تقول له تناول أكلا صحي، دون ملاحظاتك، احضر إلى المحاضرات، واذهب إلى البيت وراجع. فكل هذه الملاحظات هو يعرفها، أي لديه المعرفة الكاملة بمشكلته وحلها. كذلك شخص لديه مشاكل صحية كثيرة، وزنه زائد ويدخن ويشرب مشروبات غازية وحركاته قليلة، وسألك كيف أحصل على جسم مثالي بلياقة بدنية هائلة، فسوف تقول له مجموعة من النصائح، مارس الرياضة بانتظام، تناول أكلا صحي، ولكن كل هذه المعرفة هو يعرفها، ولكن ماذا ينقصه؟ التطبيق. فحتما لو قام بتطبيق كل هذه النصائح فلن يصل لحالته تلك، أي أن المشكلة الأساسية هنا هي في عدم التطبيق وليست المعرفة. وهنا سوف نذهب إلى سؤال مهم عزيزي المشاهد، وهو لماذا لا نقوم بتطبيق هذه المعرفة بالرغم أننا ندرك أنها مهمة وقاطعة لكل حياتنا. ففي الأفلام نرى قصة نجاح كبيرة للبطل تتم في وقت قصير جدا، يصل فيها البطل من قاع الفشل لقمة النجاح في مدة لا تتجاوز ساعتين. وحتى لو أشاروا في هذه الأفلام إلى أن البطل استغرق سنوات لبناء هذا النجاح، فلحظة النجاح يصورونها بالتفاصيل الكثيرة ومن الممكن بالتصوير البطيء، بالرغم أن هذا عكس الواقع ولكننا نحبه. فبناء النجاح الذي استغرق فترة طويلة جدا، ولو سألت هذا الشخص الأخير الذي لديه مشاكل صحية عن خطته لحل هذه المشاكل، فسوف يجيبك بخطة مستقبلية كما قلنا تماما، ولكن لو عدت وسألته متى سوف تبدأ فسوف يقول لك في المستقبل إن شاء الله، لأن هناك كثرة المشاغل. فللأسف هذا الشخص يقع في فخ التسويف، وهو أمر طبيعي جدا، لأنه حينما تضع خطة بها ضغط كبير على نفسك
فالمخرج الوحيد هو التسويف والتأجيل المستمر. ولتفهم أكثر، فأكبر مسبب للتسويف هو استعجال النتائج، سواء إجهاد ذهني أو بدني أو الخوف من الفشل والذي قد تسببه الأمور التي تريد القيام بها. وبالتالي فالأمور الغير مفروضة علينا أو التي ليس بها حافز أو عائد لحظي مستحب، فالنفس تميل لألا ترى فيها سوى الألم المطلوب لإنجازها. ولكن المشكلة تبدأ في الأمور المفروضة عليك، لأن وقتها يظهر أهم حافز وهو الخوف. كمثال، لو كان لديك فترة 10 أيام قبل الامتحان وتمر الأيام وأنت لا تراجع دروسك، إذن فكل وقت يمر عليك وأنت لم تبدأ به، عندها مقدار الألم ثابت من وجهة نظرك، أي أنك لازلت تراه متعبا وتنصرف عنه لأجل آخر. ولكن هناك شيء آخر يزيد، وهو مقدار الخوف من عدم إنجاز العمل. وحين تأتي اللحظة التي تساوي فيها مقدار الخوف من عدم إنجاز العمل مع الألم الذي تراه أو تتفوق عليه، تجد نفسك تتوقف عن التسويف وتذهب لأن تنقذ ما يمكن إنقاذه. وعندما تبدأ المذاكرة بالفعل أو العمل المطلوب إنجازه، يبدأ مقدار الألم المطلوب لتنفيذ العمل يقل. وللأسف هذه اللحظة التي تكتشف فيها أن الوضع لم يكن بهذه الصعوبة أو السوء الذي كنت تتخيله وتلوم نفسك. كذلك افتراض أن الدنيا سوف تصفو وسوف تعطيك فرصة لتطبيق خطتك، فهو سذاجة، لأنه لن يحدث، فإن الدنيا مشاغل. ولنفترض أنها أعطتك هذا الوقت لتنجز خطتك، فسوف تجد نفسك غالبا تميل للراحة وأن تأخذ وقتا مستقطعا من هذا الضغط، بدل من تحميل نفسك مجهودات إضافية أخرى. وحتى ترتاح سوف تكون فترة انشغال أخرى قد بدأت، وهكذا تدور الحياة. فالاحتمال الأكبر أنه لن يكمل، لأنه فجأة يريد عقله وجسمه أن يبذل مجهودا لم يعتمد عليه من قبل أو غير معتاد عليه بالأساس، وبالتالي ما يحدث أنه غالبا يتوقف. وللأسف ضريبة هذا التوقف تكون بصحبة في الغالب أنه شخص فاشل، وبالتالي مع الوقت قد يترسخ في عقله فكرة استحالة التغير، وبالتالي يرضى بالواقع السيء. فصاحب الكتاب الذي ذكرنا يجيب أنك لست شخصا فاشلا، ولكن المشكلة أنك تستخدم طريقة خاطئة في طلب التغير، وحالة النجاح فيها قليلة جدا ولكن لها ضريبتها. فما هي؟ الفارق البسيط، وهي أن الفرق بين الناجحين وباقي الأشخاص، وهي أن الصنف الأول أي الناجحين يعتبرون أن الحياة عبارة عن ماراثون وليست سباق سرعة قصيرة المدى، أي أن النجاح هو الاستمرار في الفعل وليس التوقف، أي أن النجاح هو عبارة عن محصلة أفعال بسيطة جدا وتتكرر على فترة زمنية طويلة. وبعبارة أخرى، قليل دائم خير من كثير متقطع، أي أن ممارسة الرياضة 5 دقائق يوميا بالرغم من المشاغل أفضل من الانتظار إلى الذهاب إلى صالة الرياضة. وقراءة 5 صفحات كل يوم من الكتاب محصلتها أكبر من الانتظار وقراءة كتاب كامل في يوم. وللأسف هناك مشكلتان كبيرتان تجعلان البعض لا يتقبل فكرة قليل دائم. فالأولى هي تعارض طبيعتنا في استعجال النتائج، وخاصة في عصر السرعة الذي نعيشه، كذلك الرغبة في الإشباع الفوري أي الحصول على عائد. والثانية هي الشك في هذه الطريقة لأن تصلك إلى النتائج الكبيرة المطلوبة. فيجيبك الكاتب بمبدأ العائد المركب، فلو أردنا رسم علاقة بين الزمن ومقداره بالنتائج التي سوف نحصل عليها، ولو طبقنا مبدأ قليل دائم، فالكثير منا يتخيل أن العلاقة سوف تكون طردية أو خطة يصعد ببطء، وهو ما ينفيه الكاتب لأنه يتجاهل مبدأ العائد المركب. وحتى تفهم معي، لنتخيل أن هناك شخصان متطابقان في كل شيء، في الطول وطريقة التفكير والسن وفي كل شيء، ويعملان في نفس الشركة التي توفر لهم ثلاجة بمشروبات غازية ومكتبة فيها مجموعة من الكتب. فقرر أحدهم أن يقرأ 5 صفحات من كتاب ما كل يوم، في حين قرر الآخر أن يشرب قنينة غاز
كل يوم، فبعد شهر فلن تلاحظ الفرق، ولكن بعد سنة فالفرق كبير. الشخص الذي قرر أن يقرأ 5 صفحات من كتاب ما كل يوم، فسوف تجده في سنة واحدة قد قرأ أكثر من 10 كتب، بالرغم أن 5 صفحات تؤهله من قراءة 5 كتب في السنة في المتوسط. ولكن ما السبب؟ ما الذي حدث؟ أنه بعد مرور 2 شهر أصبحت قراءة 5 صفحات سهلة جدا، فبدأت الزيادة، فبدأ قراءة 5 صفحات بدأ يقرأ 6 و7 و10، المهم بدأت الزيادة، أي أن التأثير زاد بشكل خارجي عن المتوقع. وكذلك بعض الكتب كانت في مجال تخصصه، مما جعله في تطوير نفسه في الوظيفة، وفي تطوير نفسه في الذات، والنجاح في جميع المجالات، ولكن بالطبع لم يطبق كل ما فيها، في حين أن الشخص الآخر الذي قرر شرب قنينة غاز بشكل شبه يومي زاد وزنه عن الشخص الآخر بأكثر من 10 كيلوغرامات، في حين أن وزنه من المفترض أن يزداد ب5 كيلوغرامات فقط. إلا ما حدث أنه بعد زيادة وزنه بعدد من الكيلوغرامات، نشاطه وحركته بدأوا في التراجع، وهو ما تسبب بأن زيادة وزنه يصبح بعدد أكبر، وهو ما أثر على تركيزه ومستواه في العمل، فهو ما يعرف بالعائد المركب، أي أنه في بداية التطور سوف يكون بطيئا، ولكن سرعان ما سوف تعتاد، وسوف يصبح هذا الشيء الذي تمارسه سهل، فيبدأ منحنى صعود النتائج بالارتفاع بشكل كبير، وهو ما يجعلك تحقق نتيجة كبيرة في وقت أسرع مما تتخيل. فلا تنسى، قليل دائم خير من كثير متقطع. هذا المثال عزيزي المشاهد أتذكر أن جدتي كانت تخبرني به، واليوم أخبرتك به في حلقتنا. والآن وصلنا إلى القانون 7 والأخير، منحنى النسيان. وحتى تفهم كيف تنسى، يجب عليك أن تعرف كيف تعمل الذاكرة. لنتخيل أن لديك منظار مقرب وتنظر به إلى المدينة، وبالتالي سوف ترى ناطحة السحاب والمباني العالية والحدائق، وسوف ترى التفاصيل الكبيرة، لكن بالنسبة للأشخاص والدهاليز والتفاصيل الداخلية فلن تستطيع التقاطها. وهذا بالضبط هو ما نعرفه عن الذاكرة، مجرد أشياء بسيطة لكنها كافية لأن تعيد هيكلة تصورنا القديم عن الذاكرة، وبأنها أشبه بكوم من المجلدات تحتفظ بها في مكان واحد. وسوف نستبدل لأن الذاكرة ليست شيئا واحد، وبأنها تنقسم ل3 مراحل، وكذلك لا تقع في مكان واحد، يقع في الدماغ وتعمل فيها مناطق مختلفة بالتزامن مع بعضها، وهو ما يطلق عليه نموذج أنكسون شيفرين. فكما قلنا أن الذاكرة تنقسم ل3 مراحل، إذن الأولى هي الذاكرة الحسية، وهي أن حواسنا كلها لديها قدرة من الذاكرة تسمى بالذاكرة الحسية، والتي تختلف شدتها حسب الحاسة المستخدمة. فذاكرة العين مثلا نصف ثانية، ومن خلال هذه النصف ثانية عزيزي المشاهد يمكنك أن تتذكر أي شيء وحتى غير مركز، وذاكرة الأذن من 3 إلى 4 ثواني، وبالتالي بمجرد سماعك لأي شيء من خلال هذه الثواني يمكنك أن تكرره حتى دون تركيزك أيضا، بدليل أنه في المدرسة حين يراك الأستاذ تتحدث مع زميلك فيطلب منك أن تقف وأن تكرر ما كان يقوله، وبالرغم من عدم تركيزك تجد نفسك تكرر آخر جملة قالها بسهولة وتستغرب من نفسك. ولكن المشكلة عزيزي المشاهد هي أنه لو قام الأستاذ بقلب الصفحة أو إغلاقها وقال لك ماذا كان يوجد داخلها، حينها تذكر أنه سوف يتم طردك من القسم بالتأكيد، فمخك يأخذ لقطات سريعة من العالم من حولك ويعي الأشياء التي تستقبلها حواسك، ولكن بإمكانه التفريق بين الأشياء المهمة التي تحتاجها، ويتجاهل الكثير من اللقطات الغير مهمة لك من خلال هذه 4 ثواني. والنوع الثاني من الذاكرة هو الذاكرة قصيرة المدى. إذن ماذا لو كنت تركز أثناء الشرح، أو أن مخك يدرك أهمية هذا الشيء أو تحتاجه، أو أنك مررت بموقف غير مألوف كأن ترى فيلا يعبر الطريق مثلا،
هنا يتم تمرير هذه المعلومة من الذاكرة الحسية لتستقبلها الذاكرة قصيرة المدى عبر عملية الانتباه هذه، وتستمر ما بين 20 إلى 60 ثانية، كمتوسط 30 ثانية، إلا أن لها أهمية كبيرة جدا، فهي الأكثر استخداما وكذلك هي التي تعيش معك كل حياتك الحالية، فتقوم بتخزين أحداثك الحالية ووضعها في الذاكرة طويلة المدى أو استرجاع المعلومة منها لاستخدامها عند الحاجة، وكذلك هي ذاكرة الموقف مثل أين سوف أذهب اليوم وأين سوف أتناول الطعام وغير ذلك، أي من الممكن اعتبارها وسيط مهم أو كنوع من الأوراق اللاصقة التي نكتب عليها ملاحظات سريعة، وتنقسم إلى نوعين، الأولى ذاكرة الصورة والخرائط والثانية ذاكرة الكلمات والأرقام، فكلما استطعت الربط بين هذين الجزئين معا كلما تحولت الذكريات المؤقتة إلى دائمة، ولهذا سوف تجد أن الشخص الذي يحفظ عبر استرداد السمع والبصر وترديد الكلمات أقوى من القراءة الصامتة، وأيضا كلما تخيلت معلومة وربطتها بصورة ورددتها بصوت فسوف تحفظها بشكل أسرع وأسهل، وبالتالي تقنية الذاكرة قصيرة المدى هي الأفضل بهذا الصدد، ففيها تدرب عقلك على استغلال الاثنين معا، فأصحاب الذاكرة قصيرة المدى القوية يكونون الأفضل في التخيل وسرد القصص والعلاقات الاجتماعية، بل ويجدون ردود سريعة في المواقف المحرجة التي يتعرضون لها ولا ينتظرون مرور الوقت ولوم النفس، فالذاكرة طويلة المدى إذ لم تكرر المعلومة أو تسجلها في عقلك أو تستخدمها أو تحكي عنها لشخص ما تبدأ ذاكرتك قصيرة المدى بحذفها، أما لو فعلت فإنك تضعها في الذاكرة طويلة المدى لتبقى هناك معززة مكرمة وتهبها عمرا جديدا، وسعتها لا نهائية ولكنها تمسح الأشياء التي لا تحتاجها أو تستعيدها بصورة دائمة أو ليس لها تأثير عاطفي عليك، ولكن كيف تنتقل المعلومة من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى؟ فبمجرد تكرارها أو استخدامها يكون هذا عن طريق جزء في المخ يدعى الحصين أو قرن آمون، وبالتالي إزالة هذا الشيء من المخ كفيل بجعله أشبه بممحاة تمسح كل ما تراه في غضون عمر الذاكرة قصيرة المدى. هذه هي الذاكرة وأليتها، إذن كيف تحدث عمليات النسيان؟ في كتاب رقصة العمر مع ألبرت أينشتاين يسرد الكاتب قصة عالم النفس إيرمان إنغهاوس الذي قام بتحليل عملية النسيان ليفهم الطريقة التي تلاشى بها ذكرياتنا، فقضي عدة سنوات وهو يحفظ 2300 كلمة لا معنى لها ويتكون كل واحدة منها من حروف، وبعد مدة يختبر نفسه ليعرف كم عدد الكلمات والمقاطع التي بإمكانه تذكرها، وعندها قام بوضع النتائج وحصل على منحنى النسيان، فمهما كانت عدد المراحل التي يحفظ بها وبعد التجربة ينسى فيها 50% بعد مرور ساعة، وفي اليوم التالي ينسى 10%، وبعد شهر ينسى 14%، ثم يستقر الباقي في الذاكرة الدائمة ويصبح معدل النسيان أبطأ بكثير. والآن عرفت الخلل ويمكنك التغلب عليه عزيزي المشاهد. لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، فإذا كنت غير مشترك اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك تنبيه عند رفع أي حلقة. مع السلامة، ولا تنسى شاركني رأيك في التعليق بمدى إعجابك بالحلقة.